ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ معاكم اميره عمر. انا عارف ان انا اتاخرت شويه في الفيديو ده، بس معلش سامحوني، عدوا المره دي. طيب، للي ملاحظ ان في انترو جديد للقناه وشويه تعديلات على الصوره بتاعه القناه، وعملت غلاف جديد ولوجو جديد للقناه، فانا عايزك تنزل حالا تشترك في القناه وتفعل الجرس وتضغط لايك للفيديو، خلينا نوصل لعدد كبير من اللايكات. طيب، نرجع بقى لموضوعنا الاساسي. معانا موبايل جديد من شركه ريلمي، هو ريلمي سي 11. الموبايل ده تقدر تقول عليه يؤدي الغرض، زي ما انا قلت برضو في الريلمي سي 11 يؤدي الغرض، في الريلمي سي 15 بيؤدي الغرض، بس بيجي بمميزات اكبر تقدر تقول عليه. يعني جاي، يعني الريلمي سي 11 كان جاي فيه اخطاء، هم عدلوا الاخطاء دي بقى في الريلمي سي 15. فيلا بينا بقى نعرف باقي التفاصيل، يلا بينا. طيب، المعالج بيجي من شركة ميديا تيك، هو ميديا تيك هيليو جي 35 بتكنولوجيا 12 نانومتر. أما عن نظام التشغيل فهو أندرويد 10 بواجهة ريلمي، ريلمي يو آي، والمعالج رسومي باور في آر 8320، هو نفس المعالج الموجود في الريلمي سي 11. فدي لازم تكون لازم يكون عيب في الموبايل، لأن كان لازم ينقله المعالج أحدث، لأن سعر الموبايل ما يسمحش للمعالج ده إن يبقى في الموبايل ريلمي سي 15. طيب، الموبايل بيدعم تعزيز الألعاب عن طريق سبيك جيم أو جيم سبيك. شاشة الموبايل فبتيجي بحجم 6.5 إنش بدقة HD بلس، طبعا كنا نتمنى إن هي تبقى فول HD زي الريدمي 9، من نوع IPS LCD بدقة 720x1560 بكسل، بكثافة بكسلات 270 بكسل لكل إنش، بنسبة 20:9 مع طبقة حماية نادرة من نوع جوريلا جلاس. طيب، الشاشة بتدعم الدارك مود، ده ممكن يوفر لك في البطارية حبتين. أما عن الكاميرات في الموبايل بيجي بأربع كاميرات خلفية، الكاميرا الأولى 13 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2 ودي الكاميرا الرئيسية. أما عن الكاميرا التانية فيها 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.3 ودي التصوير الواسع. أما عن الكاميرا التالتة فيها 2 ميجا بكسل ودي متخصصة للأبيض والأسود. وأما عن الكاميرا الرابعة فيها بتيجي بدقة 2 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، والموبايل بيجي بفلاش ليد بيجي تحت الكاميرات بشكل غريب، أول مرة نشوفه بس شكل حلو. يا جماعة، نسيت أقول حاجة ملحوظة، يعني الموبايل ده يعني ملفت للشباب، يعني واحد شاب عايز يشيل الموبايل بقى من غير جراب وكده، الموبايل ده جميل جدا وشكله جميل جدا وتصميمه بريميوم شوية. طيب، أما عن الكاميرا الأمامية فبتيجي بسعة 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.2. نيجي للحتة الفلتة في الموبايل ده وهي البطارية. البطارية هنا بتيجي بسعة 6000 ملي أمبير، أنت متخيل البطارية بسعة 6000 ملي أمبير ممكن تقعد معاك قد إيه؟ ده ممكن تقعد معاك يومين لو استعمالك خفيف على الموبايل، بتستخدمه للسوشيال ميديا بس، ممكن تقعد معاك يوم واحد لو استعمالك تقيل بمعنى الكلمة يعني. فدي بطارية ممتازة جدا، واكيد طبعا يعني بيجي معاه شحن سريع بقوه 18 واط. اخيرا وصلنا للمميزات والعيوب بتاعت موبايل ريلمي سي 15. مميزات موبايل ريلمي سي 15 ان الموبايل بيجي بمستشعر بصمه عكس الريلمي سي 11 اللي ما كانش بيجي بمستشعر بصمه، والبطاريه كبيره جدا الى حد ما، وبتيجي طبعا بالشحن السريع قوه 18 واط، دي ميزه جميله جدا. والموبايل بيدعم راديو الاف ام وبيدعم خاصيه الاوتو جي، والهاتف متوفر باللونين اللون الازرق واللون الفضي، وأداء الكاميرات ممتاز جدا أو حلو يعني في الفئة السعرية دي. الكاميرا الرئيسية 13 ميجا بكسل مش وحشة برضه، والموبايل بيدعم تصوير العدسة الواسعة زي الريدمي 9 طبعا. طيب، عيوب الموبايل. عيوب الموبايل إن الموبايل ما بيجيش معاه سماعات أذن، والموبايل ما بيدعمش لمبة إشعارات، والموبايل ما بيجيش فيه ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء، والموبايل بيجي بسمك كبير جدا لدرجة إن أنت وأنت ماسك الموبايل بتحس إن هو تقيل طبعا بسبب البطارية، والمنفذ اليو اس بي من نوع ماكرو يو اس بي، وسعر الهاتف كبير جدا بالنسبة لإمكانياته. طبعا أنا ممكن يكون حد بيقول لي إن أنا مثلا بسوق سمعة الشركة ولا حاجة، لا الموبايل ممتاز جدا، بس إن أنت في الفئة السعرية دي ممكن تلاقي الريلمي سي 3 أو الريلمي سي 3 أو الريدمي 9 اللي هو ممتاز برضه. طيب، بس دي برضو حاجة ترجع لك، أنا كل اللي عليا إن أنا باجي أقول لك مميزات الموبايل ده وعيوبه، الموبايل ده حلو في إيه ووحش في إيه. سعر الموبايل النسخة 64 جيجا مع 4 رام بسعر 2300 جنيه، أما عن النسخة 128 جيجا مع 4 رام بسعر 2800 جنيه.
كده انا وصلنا لاخر الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم على خير.